هاد ليامات اللي فات كيضل يجوني لي ميساج خويا سيمو عتقني الكريدي سمعني هذاك المطفكر مش انا اللي خديت الكريدي انا في حياتي ما عمري خدام بنادم تيشوفك اليوم عايش واحد الحياه لي زوتيل 5 ستارز مسافر كاين البيزنس كلاس والفيرست كلاس او المكتب فاك يو اساطينا مكتب اصاحبي يو جايز وكاين الناس اللي ما عارفينش علاش غابر غبرت بسبب فيتامين دي توكسيسيتي يوميا تنحس بالدوخه لان صرفت بزاف تاع فيتامين دي حتى ما تصابت بالتسمم ديال فيتامين دي وهذا هو سبب الغياب خلينا من هذا الشيء اجي ندوب شي حاجه اخرى مزيان هاد اليومات الاخره وانا غابر الناس كيصيفطوا لي تيقول لي شوف اللايف ديال روبرت كيوساكي ولا شي طبيب ولا شي دكتور شحال مكونيكتي فيه واللايف ديال المؤثر فرتلان اللي ما كيسوى حتى قيمه كونيكتي فيه 30000 40000 وهذا الشيء الاخوان عادي ماشي شي حاجه جديده شي حاجه عادي مع كامل الاحترام ما كنبغيش نكون سلبي ملي كيكون راسك خاوي كتبغي الهضره الخاويه وهذا الشيء اللي طريت الشعب عندنا اكثريه الشعب الاخوان ومع كامل الاحترام ودابا تعرفات مع كورونا راسو خاوي وبالتالي كيقلب على الحاجه الخاويه تعطيه كتاب هيقول لك لا عطيتيني شي حاجه خاوي وماشي شي حاجه كتفرح هادي تقولها يعني ديك اللعبه ديال الشعب راسو خاوي كدا يعني راه انت واحد من الشعب راه انت واكل تصرفيقه معايا يعني راه انت راك معاهم هادي هي المشكله علاش نقولوا لا قدرنا نغيروا ولو 1% راه شي حاجه مزيان الاخوان ما كنبغيش ندوي في كل شيء ونفهم في كل شيء كنحاول ديما ندوي في داك الطومين اللي انا ميتريزي انا تنعرف ندوي كيفاش دير الفلوس التجاره الالكترونيه ولا انترنت ماركتينغ وتنحاول ناثر في بزاف ديال الشباب يتحركوا يقدروا حتى هما غرض ويديروا شي فليسات ويصوفيو للاسف هذا هو الجواب ديال الاغلبيه ديال الشباب عندنا في المغرب ومن اهم الصفات ديال الله هي العدل علاش اخاي هيكتب لهداك يدير الفلوس وانا ما يكتبش ليا علاش يكتب لهداك حياته واعره ويكتب لي انا الفقر فينا هو العادل فهادشي نقول لك الا كان بحال هكا انا ما نعبدوش اخاي انا ما والله ما نعبدو بالله انا اخوان ماشي ندوف راسو خاوي كامله ولكن اجي ندوف واحد الحاجه اللي كتطلع ليا الدم كيبقى فيا الحال ان الشباب ضايع بحال هكا كتوريهم شي واحد دار شي انجاز تقول لهم شو هذا اش دار وداكشي اللي كتب ليه الله راه ما عنده ما يدير الله كتب ليه داكشي ياك ما دافكر الصاط راه الله راه عادل ملي كتقول ديك الهضره ديال هما مكتب لهم يكونوا لاباس عليهم ويعيشوا حياه واعره وحنا مكتب لنا الفقر مكتب لنا الميزيريه سطر هاد الهضره ديال كتقول بلي الله ماشي عادل ولكن راه الله عادل دونك خصك تراجع الهضره ديالك كامله واجي ندوي غنجيك دابا بواحد المثال دابا واش ملي كنتلاقاو مع شي واحد غليظ في الحياه ديالنا اليوميه كتقول لا هادشي اللي مكتب ليه الله يكون غليظ لا كتقول ليه لا الغليظ لا ولدك كتضل كتزرد وهالمعلومات وها شنو غادي دير باش تنقص الوزن وتقاد واحد القضيه كنلاحظها في الشباب كلشي باغي الفلوس كلشي كيحلم بالفلوس ما كيقدرش يقولها وما كيحملش خونا اللي عنده الفلوس نقول لك بحالاش المغربي علاقته بالفلوس بحال شي علاقه مع شي عاهر بغاها ولكن الا شاف عند شي واحد لا 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 او ما كرهاش من الاخر تجي تجلس معاه تقول ليه باش ما تبقاش غلط ها شنو خاص دير ها التطبيق ها المعلومات كاينين في الانترنت يلاه طبق التطبيق صعيب اصاحبي هو بغى يستمتع دابا باغي الحلوه التطبيق صعيب انت كيفاش تقول لي راه يجيك السكر يقول لك لا خليه يجي ما سوقوش هو هاد الحاله هادي ما كتقولش كتب ليه الله وكتعيا ما تشرح ليه تقول ليه لا راه المشكل منك تتلومه دابا كتقول ليه راه هادشي تبيك المرض السكري ومرض السكري راه عيني كرجليك الكلاوي القلب تتعيا وهو باغي يستمتع دابا ما سوقوش بديك الهضره ونفس المثال حتى مع الفلوس دابا كاين كاع المعلومات باش دير الثروه ولكن التطبيق ما باغيش بنادم يطبق باغي يستمتع دابا طيح عنده 3000 درهم يخسرها اللي طاحت عنده شي فلوس كيصرفها باغي يستمتع دابا وماشي دابا باغي ياخذ كريدي كاع يزيد ويتفطح نعم اسيدي خبع الدوار السمانه اخونا راه كورونا جايه يجوك فاك يو فاك كورونا تتلقى تيش 3000 درهم ودير كريدي واخذ طوموبيل وكيتفطح تيه مواري عيش دابا وفي الاخر يقول لك مكتاب هادشي اللي مكتاب الساط راه القرارات ديالك كيما غليظ كيما فقير هاد ليامات اللي فات كيضل يجوني لي ميساج خويا سيمو عتقني الكريدي سمعني هذاك المطفكر ماشي انا اللي خديت الكريدي انا في حياتي ما عمري خديت شي كريدي ما عمري خديت كريدي باش نمشي نتفطح بالعكس ملي ما كانش عندي كنت كنعيش كي محمد السوسي وانا فخور اني نكون محمد السوسي في البدايات ديالي كنت كنجمع 10000 6000 اللي لقيت كنت جمعت عندي 2 مليون هي 7 مليون تيبداو عليا الناس في العائله هذاك القرزاز هذاك محمد السوسي هذاك الشلعه اطلق الفلوس اصاحبي اطلق اصاحبي عيش وكنت كنجمع على حقاش عندي واحد الفيجن عندي واحد الطموح هاديك ما باغيش نستمتع دابا ونصبر حتى لغدا وناخذ واحد المتعه كبيره هي اللي كتولد الثروه هي الناس اللي كتريني وكتصبر ما كتبغيش تاكل شي ماكله واعره دابا كتصبر كيكون عندها واحد الجسم واعر القرارات ديالها ماشي المكتب الاخوان ماشي المكتب هاد اللقطه بوحديتها تبت ان ماشي المكتب واحد من العائله كيستفزك ولا مجموعه هذاك محمد هذاك القرزاز هذاك الشلح لان انا شلح هذاك الشلح طلق الفلوس وما كتطلقش كتصبر وكتزيد تجمع وبنادم كيدوي وما سوقكش فيه ومكمش وجامع بنادم تيشوفك اليوم عايش واحد الحياه لي زوتيل 5 ستارز مسافر كاين البيزنس كلاس والفيرست كلاس او المكتب فاك يو اساطينا مكتب اصاحبي
ماشي بحال هكا. انا كنقول لك هاد الهضره هادي باش بغيك تحرك، ما بغيكش تبقى ناعس تقول للمكتب، بغيك تنوض تحرك. اش اللي كنقولها لك؟ الفرق كاين فشنو كدير نتايا. انا ما كنتفرجش في الفيديوهات ديال الحراتك، ما كنتفرجش في اي فيديو سلبي، كنتفرج في الفيديوهات ديال انترفيوز ديال الناس الواعرين الهاربين، مليونير بليونير. هادشي فاش كنتفرج. واش كتفرج فيه انت؟ لا، راك ما كتفرجش. ايفري فاكين داي كنقرا في الطومين ديالي وبرا الطومين ديالي، وكاع داكشي اللي كنخدم به في حياتي قريته، يا اما قريته في الانترنت يا اما قريته في كتوبه. ما جبت شي حاجه من راسي، راه ما بدعت حتى شي حاجه من ارض زاديد، راه انا خدامي بداكشي اللي قريت. ولكن انت ما كتقراش، كتجي كتبدا شي دومين، كتبدا بحال هكا الاشاره تاع فيسبوك ادز، كتقول فشلت. راه ما فشلتيش، راه ما عطيتيش لداكشي الوقت. انا في 14 سنه ايه اللي حملتني نكوني قديت انا بيتيا هيفوتوا الالف حمله؟ انت ما قديتي حتى وحده ولا وحده ولا جوج، كتقار راسك. ف 14 سنه تسد لي ادسنس بلا حساب، تسد لي فيسبوك ادز بلا حساب، تسد لي سترايب بلا حساب، ولكن ما وقفتش. هادشي هو اللي خلاني وصلت لهادشي اللي وصل اليوم، وباقي غادي نزيد نوصل وما كنوقفش. علاش؟ لاني ما كنوقفش. انت كدير تجربه وكتقمع وكترجع للور. واحد القضيه مع الشاب ديال اليوم تنقول له باقي غادي نزيد نوصل، تقول لك قول ان شاء الله غادي ينزلك الله ويشفف بك الارض ويحدد يدلك الفلوس ويعريك السطر. ماشي هذا هو الله. الله راه شاف خدمتي يوقف معاك، الله راه هو اللي كيطلع هو اللي طلعني. هذا هو الله. راجع المفهوم ديالك في الله، خاصك تراجعه اخوان. راه كاين واحد الحديث قدسي كيقول انا عند ظني عبدي بي، يعني داكشي اللي كتظن في الله كيديروك. وحدك الله كينزل، انت هو اول واحد كتنزل. انا اخويا كنعرف الله كيطلع، هو اللي مطلعني وباقي غادي يزيد يطلعني. شوف اصاحبي، الظن ديالك في الله تتكون النتيجه بحالو. اي قدر كتفرج فيه وكنبان لك انا يمكن لخ، وراه فعلا راك على صواب. انا راه يمكن لخ، راه جايب الباكي ب 10.06، راه ماشي شي شخص نابغه. والناس الاخرين اللي كيبانوا لك وصلوا وداروا شي حاجه راهم مكلخين. والمشكله ديال الناس الذكيين ما كيتحركوش، راه خصك يتحرك غتوصل. يوميا انا صاحبي كتشوف ناس بزاف كي افونسو في حياتهم وانت جالس في المكتب. تحرك صاحبي، صيفط شي ايميلات، دفع سيفيات، ما توقفش. الخدمه بدا فيسبوك ادز، تعلم الاي كوميرس، تعلم فيسبوك ادز، فيديوهات في اليوتيوب قرا، تعلم بدا. الناس اللي واصله راه ما دارت شي حاجه، راه غير الخدمه اليوم على غدا على بعدا كتحضر واحد الحاجه سميتها البركه. الامريكان كيسميوها الكومباوند ايفيكت. اليوم بحال قلتي درتي واحد الريجيم نقصتيه 200 كالوري في النهار، ما يبان حتى شي فرقه معلم. جا شي واحد قال لك نقصتي 200 كالوري في النهار، ما يبان حتى شي فرق في شهر، ما يبان حتى فرق في شهرين، ما يبان حتى فرق في 3 شهور. ولكن بعد عام اسمح لي يا خويا يكون الجسم ديالك كاين فرق، بعد عامين كاين فرق كبير، بعد 3 سنين فرق كبير يا معلم. هاد الكومباوند ايفيكت اللي تيسميو جدودنا البركه راه كاين في الاستمراريه ديال الخدمه الاخوان. بحال واحد خونا عنده واحد شانيت اليوتيوب تيلا واحد فيديو في جوج في ثلاثه ما تبان حتى شي الفيديو 100 تيكون فرق، الفيديو رقم 1000 كاين فرق كبير معلم. اسمح لي هذيك شي الاخ تبقى جالسه تقول للمكتب ولا تقلب على ظهر اخر، كيضربوا المشاهدات على ظهرنا، كيطلعوا المتابعين على ظهرنا، كيطلعوا الفيريفيكاسيون على ظهرنا، تيضربوا الفلوس على ظهرنا. انت اصلا عطاهم ظهرك؟ واش انت حمار صاحبي اللي جاوا يحطوا فوق منك؟ ما تبقاش اصاحبي تقول على ظهرنا، راه ملي كتقول على ظهرنا ظهرك نتايا راك كتقول انا حمار. هادشي اللي كتقول، علاش اصاحبي عطي ظهرك؟ ظهرك راه ما داروا والو، راه طلعوا المشاهدات لانهم لوحوا فيديوهات. انت معكاز تقد فيديوهات تلوحوا، راه انت معكاز. هما مشاو تعلموا التجاره الالكترونيه، حلوا واحد المتجر، دبروا فشي سلعه حطوها قدوا لها فيديو، داروا فيسبوك اسلو كيدخلوا الفلوس صافي. ساهله ساهله، سمعتي ساهله التطبيق ديالها، بداو كيدخلوا الفلوس. المشكله هي انت معكاز، اما كاين المكتب لا والو. طلعوا المتابعين ماشي على ظهرك، اللي كتسب راسك تقول على ظهرنا كتقول انت حمار، انت ما سبب ما درتي والو. طلعوا المتابعين لانهم قادوا واحد المحتوى والناس عجبهم وتابعوهم. انت ما قديتيش محتوى، انت معكاز. راه خصك تبدا، خصك تبدا، ماشي كيطلعوا المتابعين والمشاهدات على ظهرك. راه انت معكاز، راه غير هما كيقادوا فيديو وكيمونطيو وكييديتيو وتيمشيو كيابلوديو وتيقادوا فيديو اخر والاستمراريه وخدامين، وانت جالس كتعلق ومعكاز. تحرك يا صاحب، جيب لي واحد في التاريخ لوح اول فيديو وضرب مليون متابع، عشرات المليون، ما كاينش. راه داكشي الاخ تيتبنى دقه دقه قدام عينيك، قدام عينيك وانت كتشوف. ولكن انت ما فيك ما تحرك ومعكاز. صدقات المكتب الهضره الخارجيه، كنت اصلا تغليض خصك تلوم راسك. داكشي اللي كدير يوميا هو اللي خلاك تكون غليض. كنتي فقير، العجز ديالك وديك عدم الحركه ديالك هو اللي خلاك تكون فقير. والقرارات ديالك مثلا واخا تكون خدام تاخذ كريدي تبدل الفلوس ما كتجمعش، كاجي ندير نجمع اخويا السيمون انا كنجدي 3000 درهم. هذاك المضافك راه الهضره هادي كنعرف شي يقولوها الناس ديال 4000 درهم و5000 درهم ومليون و3 المليون كيقول ما تيجمعش. الا ما كنتش ما كتجمعش ما كتجمعش، ديما كتكون مبدر. خاص تعلم تجمع، اللي ما كيجمعش في 3000 ما كيجمعش في 15. والجمع راه ماشي حتى لاخر الشهر، من بدايه الشهر تشد 3000 تهز 300 لوحه في شي كونط اخر. ما تدورش بها ما تدورش بها، كتشد 5000 خاص تجمع المينيموم 500 درهم المينيموم.
انا عاود لك واحد المثال ديال واحد الدري كان تيقرينا سميتو بدر. انا عاود لك القصه اللي كنت كنبريباري الباك. كان واحد الدري سميتو بدر كيدير لنا السوايع. الدري هذا كان انجينيور فرونو، كان كيتخلص 12000 درهم وكان كيدير لنا السوايع وكيضرب الفلوس تيوصلها هو ل 2 مليون. قسما بالله الا كاري بويت ب 700 درهم. تخيل معايا هذا الفيلم هذا كاري بويت ب 700. انت كتخدم انجينيور خصني نعيش، ارى ليا الكريديه تنزل على امهم الرانش، نزل عليهم ابارتمون. دير كان ساكن كان كاري ب 700 درهم. قسما بالله الا كان كيدخل 2 مليون زيد في الشهر وكاري ب 700 درهم. كيجمع ما باغيش يبقى عايش ديك العيشه ديال انجينيور، ما باغيش يبقى عبد. كيجمع حتى مشى دار شركه ديالو، ما باغيش يبقى خدام ديما عند درون. جمع حتى خواه مشى دار شركه ديالو، ولكن ما كانش مفطح، كان قرزاز تجمع عاد عاش. هاد المشكله انا عشتو سنوات، لان انا ديما كنقول عندي الفلوس مليونير تيقول لك ورينا الفلوس، انزل شي مرسيدس، انزل شي حاجه، شري شي مرسيدس يمشي 30 وما شفنا والو، عطينا الهضره. فين هما الفلوس؟ كنت صابر 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 والو. كتدخلني شي فلوس كنمشي نحطها في العقار، كتدخلني شي فلوس كنمشي نحطها في الارض، حتى ديك الفلوس تراكمات تراكمات تراكمات. وليت شاري مازيراتي ما جاتني حتى شي حاجه، شاري فيلا للوالده ما جاتني حتى شي حاجه، شاري دابا عاد جا الوقت فاش كنتصور عليهم، دابا عاد لا كيضرهم الخاطر. فين هما السيطان اللي كانوا تيقولوا لي ورينا خاصهم واش علاش قادره خاصهم فين هاد الفلوس خاصهم؟ تخبعوا دابا، لانه بقاو ما صغير، بقى من الاول باغي يلعب، من الاول باغي يبان واعر. انا ما كنتش كنبغي نبان واعر، باغي حتى نطلع نيت عاد باش ملي تصلا مع بنادم تصلا معايا. انا من الاول كنت كنجمع وقرزاز وشلح كما كيقولوا عليا، باغي النيتور تيلي يفوت 10 مليون دولار تافت. عاد مشيت شريت رولكس، جازيت راسي، شريت مازيراتي، شريت فيلا للوالده، فيرما للوالد، شريت جاكوار، عاد تبرعت حتى وصلت واحد النيفو. عاد بديت كنعيش، هما عاشوا قبل ما يوصلوا شي نيفو، واني دابا ملي حطيت 100 مليون في صندوق كورونا كنت كنتسنى شي واحد منهم يطلع يحط 101، الاخر يجي 110، وتا واحد واحد من هادوك اللي كيدو ما طلعش، واحد بغيت هي واحد ما كاين. هادشي اللي كنقول لك راه في صالح كلشي، راه الدراري خصهم يجمعوا الفلوس اصاحبي، راه ما خصكمش تصوروا اصاحبي، راه ما خصكش تبغي تعيش في الاول، راه خصك تعيش قرزاز ويجيو الكلاب ينبحوا عليك واو 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 وهذاك القرزاز والشلح ورينا فين هما الفلوس كدوي على الفلوس. قضية اخرى ما تهربش من هضره الناس، هضره الناس كاينه كاينه، هي عيش نتايا. بحال انا دابا كنبارطاجي الفيديوهات ديال هالمازيراتي ديالي، هالجاكوار ديالي، هالفيلا اللي شريت للوالده، هالفيرما اللي شريت للوالد، حطيت 100 مليون في صندوق كورونا. كيقول لك كيتصور علينا، فعلا صات كنتصور عليك انت داوي داوي، وبنادم راه داوي داوي، واخا دير اللي درتي هادي دوي، المهم هو انت تعيش داكشي اللي باغي. علاش نهار كنت قرزاز وكنجمع وخدام في السترا وتنتقاتل كان بنادم كيدوي عليا، دابا ملي كنتسموه وما كنتصور عليهم بنادم داوي عليا، المهم كندير داكشي اللي باغي، انا تنتصور حياتي وتفرقع. غير الهضره كتختلف، ديك الساعه تيقول لي عليه محمد الشلح القرزاز، دابا تيقول لك خونا كيتصور علينا تيورينا حياته وبنادم ما لاقي ما ياكل وتيورينا العطيلات 5 ستار وكيصرف الفلوس ما يوريناش. دير اون فولو اصاحبي، علاش انت متابعني مرض راسك بيا؟ دير اون فولو وارتاح منا اصاحبي. وهاد الهضره هادي كنقول لك باش تكون واجد، لان الحياه راه ماشي سهله، كاينه الهضره كثيره، كاينه الهضره خاويه. واش انت انسان مربي المناعه؟ خصك تربي المناعه، لانه هكا خاص تعيش، سوا جمعتي سوا صرفتي غادي يدوو عليك. دونك تشوف مصلحتك فين كاينه، جمع راه واخا تصرف غادي يدوو عليك امعلي. وهانتوما الاخوان راه كورونا عرات على كلشي، بنادم خدام 10 سنين كيتقطع عليه الصالير كيقول لك وراه ما لقيت ما نصرف، علاش انا ما دافكر خدمتي 10 سنين كنتي كي الحمار غادي جاي غادي جاي، علاش علاش كنتي كتخدم علاش؟ راه خصك تخدم، خصك تجمع، الله يجعل تخدم ب 2000 درهم خصك تجمع 200 درهم القليله 10%، راه واخا تخدم ب 2000 درهم ما تقولش لي انا تجي 2700 خصك تجمع 270 درهم اصلا، 10 سنين تخدمه ودابا وقف عليك الصالير شهر واحد صافي غوتي. ما عرفتش الاخوان واش كاع البيوت في المغرب بحال هكا ولا غير انا على حقيتاش والدي شلوح وانا شلح، والوالد كان كيديني عند واحد السيد سميتو محمد وانا صغير سميتو محمد السوسي، وطبات عندي ديك الثقافه ديال جمع الفلوس لواحد النهار كحل جاي، كانت ديما عندي هادي في راسي خاصك تجمع ولدي لدوائر الزمان. هاد الهضره ديما كنت كنسمعها من الوالده وواحد المعلمه كانت كتقرينا سميتها لا فاطمه، جارتنا هادي لاصقه علينا الدار على الدار، كانت كتقول لي جمع ولدي درهمك البيض لنهارك الكحل. اللي كنا صغار كندير لنا الوالد واحد القلوشه صغيره كنلوحوا فيها الفلوس، انا اختي كنلوحوا، تيقول لك الا لوحتي 10 دراهم نعطيك 10 دراهم اخرى، يعني شي ايامات كتضحك تقول لها لا بلا ما نشري بيمو باش نربح 10 دراهم وكتجمع. واحد الدري صاحبي كان كيقرا معايا في التحضيري جا عندنا للدار واحد النهار وريتها ليه وشرحت ليه الكونسيبت ديال الوالد ديال اش كيدير، قال لي الشلح. المهم ديك الساعه ولا كيعيط ليا الشلح، ولا نشر ليا في المدرسه التحضيري القسم كامل كيعيط ليا الشلح، المدرسه كامله ولات كتعيط ليا الشلح. هاد الهضره هادي كنقولها لك باش ما تدفعش الشهد، ما تحاولش توري راسك فواحد الليفل وانت ما فيهش. انا حياتي كامله كنت فواحد الليفل هنا وكنحاول نوري راسي هنا ديما.
والى يومنا هذا باقي في نفس القاعده. تقول كي تصور علينا ما كانت صورس بالجد ديالي كامل يشوي كي. لان في محمد يونيفرسيتي ولا الشلح يونيفرسيتي تعلمت اللي كيدفع الجد كيموت بالضعف. علاه ما كندفعش الجد يا معلم؟ وراه الاخوان اللي كيدفعوا الجد راه حاليا راه كل شيء واضح بلا ما نحتاج نقول حتى شي هضره. والسلام عليكم.